حضراتكم. خلوني في البداية أقول لكم إن النهاردة نزل على اليوتيوب حلقة مهمة جدا لغاية كده ما العدد يجمع معانا. النهاردة نزل على اليوتيوب حلقة مهمة جدا جدا، أهم ما فيها إن كولر مدرب الأهلي بيفاجئ إدارة الأهلي بأمر مهم جدا بخصوص كهربا. ومش عايز اقول لك ان ماتش السوبر كهربا عامل ايه والمدرب عامل ايه معاهم. الكلام ده نزل في حلقه على اليوتيوب النهارده، ولو انت على اليوتيوب هتلاقي الحلقه دي موجوده، الرابط بتاعها في صندوق الوصف، تبقى تتفرج عليها بعدين. كلام ما تقلش في اي مكان تاني، وانفراد بما يحدث الان داخل النادي الاهلي بين اداره الاهلي وكهربا وماتش السوبر اللي مليان مشاكل ومليان بلاوي، وكهربا بيصوت عشان يلعب ماتش السوبر. كل ده هتعرفه في الحلقه اللي نزلت النهارده على اليوتيوب، والاسباب الحقيقيه لانتقال مصطفى شلبي لنادي الزمالك، هجوم الزمالك على خالد بوطيب في الفيفا، وعرض سعودي لفريرة ورد فعل فريرة، وموعد صفقات نادي الزمالك. النهاردة هتكلم في اربع مواضيع. الموضوع الاول ايقاف تنفيذ الحكم على محامي الخطيب. الموضوع الثاني موسم امام عاشور. الموضوع الثالث فتنة المستشار والجماهير مستشار مرتضى منصور. والموضوع الرابع ظلم النادي المصري لصالح ننوس عين ماما. خلوني في البداية أبدأ بالحكم بتاع إيقاف تنفيذ على الأستاذ محمد عثمان محامي الكابتن الخطيب. إيه هو الحكم يا سيدي وإيه هي القضية؟ القضية كانت سب وقصف كان رافعها المستشار مرتضى منصور على الأستاذ محمد عثمان. في الحكم الابتدائي الأستاذ محمد عثمان أخذ حبس أعتقد سنة أو ثلاث سنين حاجة كده. الأستاذ محمد عثمان عمل استئناف على الحكم، والنهاردة كانت نتيجة الاستئناف، وكانت نتيجة الاستئناف بإيقاف تنفيذ حكم الحبس اللي كان أخذه المستشار مرتضى منصور. طيب ده اول حاجة. الحاجة التانية استأذن الرجال على الفيسبوك يطمنوني على الصوت، عشان لو الصوت كويس فانا هغلط في اللي بيقول الصوت، فانا مش هغلط دلوقتي لغاية ما تطمنوني على الفيسبوك الصوت كويس ولا مش كويس، لان في واحد بيقول لي الصوت همسح بكرامته الارض دلوقتي ده اذا كان غلطان، انما اذا كان معاه حق خلاص يعني. فده بالنسبة لإيقاف الحكم. طيب النهاردة طلعت قنوات الأهلي وصفحات الأهلي وإعلام الأهلي طالعين أكنهم أخذوا كاس العالم، فرحة وانتصار، لأن هي دي بقت الانتصار بتاعتهم دلوقتي. يعني الانتصارات بتاعتهم دلوقتي أصبحت خارج الملعب، لأن هو داخل الملعب مش يعرف ينتصر عليك لا إداريا ولا فنيا ولا أي حاجة، هو داخل الملعب مش هيعرف ينتصر عليك. حلو حلو، متشكر. الناس بتقول الصوت تمام، يبقى الواد اللي هو ابن خالتك فكريه هو كان الصوت يعني. طيب فده بالنسبه للاهلي، هم عاوزين انتصارات معنويه باي شكل. النهارده ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل النهارده، وده كلام لازم احنا نطلع نقول الحقيقه، لان في افاق ومدلس وكذاب بيطلع بيضحك عليهم وهم سيد من الضحك عليهم. يعني اكتر جمهور ممكن تضحك عليه توديه وتجيبه، انا بدخل اشوف التعليقات والكومنتات عندهم انا بقع من الضحك، انا بقع من الضحك والله العظيم بقع من الضحك. ايوه يا اونكل اديهم يا اونكل، اديهم يا اونكل، اديهم يا اونكل ايه يا ده، انت مكروت اتنين دوري ومكروت في الكاس مصر وطلعان عينك واخد مركز ثالث، اديهم يا اونكل ايه؟ هو انت بقت بطولتك خارج الملعب؟ المهم فاللي حصل النهارده ايقاف تنفيذ حكم الحبس. يعني ايه ايقاف تنفيذ حكم الحبس؟ ايقاف تنفيذ حكم الحبس يعني ان القضيه اللي المستشار رافعها تمام، والأدلة اللي المستشار مرتضى منصور مقدمها تمام وما فيهاش أي مشكلة ولا فيها أدنى مشكلة، ولكن هو ما خدش براءة، لأن في فرق بين البراءة وإيقاف تنفيذ الحكم.
في فرق ما بين البراءة وإيقاف تنفيذ الحكم، لأن ولاد خالتك فكرية فاكرينه إن هي براءة. وللأسف عيب قوي، أنا سمعت ما شفتش، عيب قوي إذا صحت هذه المعلومة إن يطلع من المركز الإعلامي من الأهلي إن هي براءة. عيب قوي، هيبقى شكلكم وحش قوي 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 قوي، لأن هو إيقاف تنفيذ الحكم مش براءة. براءة ده لو الأدلة اللي المستشار مرتضى منصور قدمها غلط، دي ساعتها أقول لك براءة. إنما ده إيقاف تنفيذ الحكم، يعني الحكم صحيح والحكم فعلا كان يجب حبس الأستاذ محمد عثمان، ولكن تم إيقاف تنفيذ الحكم. ليه إيه هي الحالات اللي بيتم إيقاف تنفيذ الحكم فيها؟ يعني أنا لما سألت إيه هي الحاجات اللي بيتم إيقاف تنفيذ الحكم فيها، الحالات اللي بيتم إيقاف تنفيذ الحكم فيها مثلا يعني لو في ظروف صحية على المتهم، عنده ظروف صحية مش هيقدر إنه يقضي عقوبة الحبس، أو أمور نفسية، أو حاجات من اللي هي بتبقى محيطة بالمتهم، من الحاجات اللي هي بتبقى محيطة بالمتهم. طب ايه اللي محيط بالمتهم سابقا الاستاذ محمد عثمان؟ ايه هي الحاجات اللي محيطة بيه؟ اقول لك مثلا، دي مش معلومة بقى، انا لغاية كده خلصت لك المعلومة، انما انا بجتهد، انا بتوقع، انا بفكر معاك بصوت عالي. هل ينفع ان في هذه الاجواء المشحونة ما بين جمهوري الاهلي والزمالك، او الزمالك والاهلي، هل ينفع في الظروف دي، في الظروف دي وانت بلدك بتبني وبتعمل اقتصاد واستقرار، هل ينفع في الظروف يعني في الظروف دي يطلع حكم حبس محامي الاهلي فالدنيا تبقى في توتر في الاجواء؟ ما ينفعش طبعا، ما ينفعش طبعا، وخاصة بعد ما المستشار مرتضى منصور قدم طعن في محكمة النقض وتم إيقاف حكم حبسه، يعني تم إيقاف تنفيذ الحكم بتاع حبسه، فهنا تم إيقاف التنفيذ. فلو هنا خد حبس، أنا بتوقع لو هنا خد حبس هتبقى مشكلة كبيرة، وممكن تلاقي تشاحنات يعني ده توقعي، ده توقعي. إنما إيقاف حبس يعني الأدلة اللي المستشار مقدمها أدلة صحيحة، الحاجات اللي المستشار مقدمها أدلة صحيحة. فإيقاف الحبس ده بيبقى الأمور كتيرة، السن زي ما الأستاذ أحمد سعيد بيقول، السن، عنده ظروف مرضية، ظروف محيطة بالقضية زي الظروف بتاعت جمهور الزمالك وجمهور الأهلي والتشاحنات والشد والجذب والكلام ده كله. وطبعا احنا عاوزين استقرار، احنا عاوزين نبني، احنا عاوزين نعمل تنمية، عاوزين نبص لبلدنا، احنا مش ناقصين بقى الجمهور ده يعمل مع الجمهور ده والجمهور ده يعمل مع الجمهور ده، ولك في حادثة بورسعيد أسوة. فأنا بتوقع كده تم إيقاف تنفيذ الحكم للظروف المحيطة بالقضية، ده توقعي، معرفش انا بتكلم قانونا صح ولا غلط، ولكن اللي انا اعرفه اللي اكيد بقى دي المعلومة، ان تم ايقاف تنفيذ الحكم وليست براءة الاستاذ محمد عثمان، ما اخدش براءة. والكلام اللي طالع من داخل النادي الاهلي انه هو اخد براءة، انه هو اخد براءة، الكلام ده غلط. ايقاف تنفيذ الحكم ده وضع طبيعي، بيبقى الامور كتيرة، بقولك عشان الناس ما تقعدش تقول يبقى مش عارف ايه، لا ده الامور كتيره، بيتم ايقاف تنفيذ الحكم الامور كتيره، المرض، السن، ممكن انا يكون كلامي اللي فات ده غلط وتم ايقاف تنفيذ الحكم عشان خاطر الاستاذ محمد عثمان مثلا بيمر بظروف صحيه، مثلا بيمر بظروف صحيه، ممكن الاستاذ محمد عثمان مثلا يعني سنه كبير، فلو في حبس هيضر بحالته الصحيه. انا ما اعرفش القاضي المحترم كتب في حيثياته ايه، بس كل اللي انا اعرفه الحكم مش في صالح نادي الزمالك، ولكن له كل الاحترام، وجمهور نادي الزمالك جمهور محترم، الحكم لصالحي، الحكم لصالحي هحترمه، الحكم ضدي هحترمه، لان ده اللي احنا اتعلمناه كجمهور نادي الزمالك. مين اللي علمنا الكلام ده؟ المستشار مرتضى منصور علمنا لما يكون في حكم محكمة لازم نحترمه، الاحكام مش على الهوى،
الاحكام مش على المزاج، تقول الحكم ده حلو عشان في صالحك وتقول الحكم ده وحش عشان ضد مصلحتك. الكلام ده مش عند جمهور نادي الزمالك، الجمهور الزواق، الجمهور اللي واعي بيحب بلده بيخاف على بلده. وانا لو الكلام اللي انا بفكر فيه ان عشان الاستقرار ما بين الجمهورين تم ايقاف تنفيذ الحكم فانا موافق، لان انا مش عاوز بلدي يحصل فيها مشكله، مش عاوز بلدي يحصل فيها فتنه. انت الاهلاوي ده ابن عمك واخوك وابن خالك وجارك وي احنا بنضحك وبنهزر مع بعض على السوشيال ميديا، وساعات بنتعصب في الماتشات اللي هي القمه وبنتنكد وبنفرح، انما مش هتوصل لمرحله ان يبقى في قلق، ان يبقى في عدم استقرار. فما عنديش مشكله في ايقاف تنفيذ الحكم، ده حكم محكمه، ولكن عندي بقى مشكله مع مين؟ عندي مشكله مع الكذابين، عندي مشكله مع الافاقين، مع المدلسين اللي بيطلع بيقول لك براء. النهارده طالع واحد كذاب وافاق ومدلس بيبيع سبح وبخور في السيده وفي الحسين. براءه، اضرب اللايك يا غالي، اول الاولين، ومش عارف ايه، ويقعد يقول لك كلام ديني مش مراد بيه الدين. ده هو نصاب، ده هو يعني افاق، فطالع بيقول لك براءه. لا، هو مش براءه، هو ايقاف تنفيذ الحكم، هو ايقاف تنفيذ الحكم. فده بالنسبه للحكم، ومفيش اي تعليق ولا تعقيب على احكام القضاء اللي اكيد كلنا بنحترمها، ويعني مش هنتكلم خالص على المواضيع دي. طيب ده بالنسبة لإيقاف تنفيذ الحكم.